هل التعافي من علاقة سابقة أمر سهل ولا صعب؟ والتعافي من علاقة سابقة بياخد وقت قد إيه؟ كل الأسئلة دي اللي بيحددها مدى استعدادك أنت كشخص. والسؤال الأهم هو أنت عايز تتعافى ليه؟ واحدة بتقول أنا بقالي 8 شهور بتعافى من علاقة سابقة. فأول 5 دقايق من الكلام معاها اتضح إنها عارفة أبديتس عن الشخص ده أكتر من الشخص نفسه. ما تتكلمش غير عنه. يبقى ده اسمه تعافي. مش هقولك فين كبريائك ولا كرامتك ولا احترامك لذاتك ولا أيام عمرك اللي بتضيع. كلمة السر في التعافي انك تتعلمي انك تحب نفسك الاول، وبعد كده بتيجي خطوات زي التركيز على الحاضر، البعد عن الشخص ده وقطع علاقتي بيه تماما، مش ابات في البروفايل بتاعه كل يوم واتابع الستوري لحظة بلحظة واقول كده انا بتعافى. التعافي من العلاقات السابقة السامة او المؤذية زيه زي التعافي من الادمان بالظبط، محتاج قرار ومحتاج تكون بتحب نفسك ومحتاج يكون عندك دافع. ساعد نفسك عشان ايام عمرك اللي بتضيع. لو مش قادر اطلب المساعدة، برنامج المتابعة اليومية لمدة شهر بتخرجي منه افضل بكتير. المهم ما تسيبيش عمرك وايامك تضيع بسبب علاقه انتهت وخلصت والطرف التاني عمل موف اون وتحرك وعايش حياته بمنتهى السعاده، والقرار ليكي في الاخر.